لما أكيد. نكمل، لما نبدأ بأول رقم. اتفضل. نبدأ برقم 10. يلا رقم 10. لو اخترت عمل للنجم فريد شوقي ترجع تعمله انت، هتختار جعلوني مجرما ولا عنتر بن شداد؟ جعلوني مجرما. ليه؟ لا، بحب الفيلم ده بصراحة يعني. وطبعا أستاذ فريد شوقي الله يرحمه كل أفلامه حلوة يعني، بس جعلوني مجرما برضو يعني قريب من كل الناس، اوكي فاهمة يعني؟ أنا بحب دايما، أنا من مدرسة الأعمال اللي كل الناس تقدر تتفرج عليها، اوكي فاهمة؟ عنتر بن شداد طبعا فيلم كان قريب أسطوري من يعني. ليلى بس. لا، هو فيلم أسطوري، ايوه بس مثلا الأولاد الصغيرين مثلا أو الشباب ما يحبوش قوي يعني، ايوه أنت فاهم قصدي؟ امير سليم بيشوف فيك ذا هيرو طبعا. فعلا، يعني اولا كل ولد بيشوف ابوه البطل الهيرو، بس انت عندك هيرو كبابا نجم فده هيرو بالمدرسه اكتر، وانت يعني ما شاء الله طويل القامه فبرضه بتدي هيرو، يعني لو حد مثلا بابا، يعني مع احترامي طبعا ما حدا بيختار شكله، بس انه رفيع ولذيذ ممكن هيشوفي برضه لا، هيرو لو عايز اقول يعني. لك، عشان كمان هو يعني دايما بيشوف في المسلسلات في اكشن وفي حاجات وبتاع، فهو دايما يعني، مش هو بس، صحابه لما شافوني اول مره، ايه صحابي يعني، صحابه راحوا، في واحد صاحبه اسمه علي راح لمامته قال لها ده بابا سليم طلع حقيقي. لا، هم كانوا فاكريني اسطوره زي كابتن امريكا كرتون. وزي سبايدر مان ايوه وبتاع، عشان بيشوفوني في التلفزيون، اوه فلما شافني ما كانش عارف ان انا بني ادم عادي يعني، اوه فاهمه؟ ماي جود، عمل لك هيك قال له كده. انت بجد يعني ولا؟ بس بتروح على المدرسه عند سليم طبعا. وبتتعامل مع الامهات ومع الابهات. يعني مش قوي بصراحه يعني، اوكي بس انا بروح يعني، بهتم ان اروح اجيبهم من المدرسه، بحب ده يعني. لما اوكي فاضي لازم انا اللي اروح اجيبهم من المدرسه يعني. وبتحس انه سليم فهمان انه بابا مشهور وممثل ابتدى دلوقتي. هو هيك. سليم لسه صغير اصله يعني، ايه 6 سنين بس، اوكي ابتدى يعرف ده يعني. طبعا من كتر ما بيشوف الناس بتتصور معايا، ودي عقده حياته، ايه لانه دايما بيحب طول ما هو معايا بيحب يبقى انا بتاعه هو بس، يس يا فلما حبيبي. تلاقي حد بيجي يتصور معايا دايما بيزعل ويتضايق، فاهمه؟ بس ابتدى دلوقتي في المدرسه مثلا، لما اجي اخده في المدرسه تحس انه بيبص الناس اللي هو ايه ده بتاعنا يعني، ده بابا وبتاع. وبتعرف شو، لما كنا صغار نحن على طول في الاولاد بيقولوا لبعضهم بيي اقوى من بيك، عرفت؟ وبيضايق، ودلوقتي بيعمل كده، لا انا ما بيقول لي اظنش انه اي اب تقب ولا تاني هيقول له بيي اقوى من لا، بيك هو دلوقتي وسيم. حتى بيتكلم معايا في الموضوع، بيقول لي انت اقوى من بابا فلان ايه بس، بقول له يعني ليه؟ يقول لا، ده بابا قصير كده، ومش انت برضو حلو يعني، انت فاهم؟ ومين اوعى على اعمالك، ليلى او سليم؟ لا، سليم اكبر، سليم اكبر. ليلى ايه اصغر. ايه بس سليم عنده مشكله برضو، عايز اقول لك على حاجه، هو سليم ما بيحبش برضو يتفرج عليا قوي، اوكي عشان مشكلته ان انا بروح هناك لوحده يعني، لوحدي، صح، هو لانه عايز اكيد اللي بياخدك منه. بالظبط. فعشان كده هو من صغره ما حبش شغلتي، لان هو عايز دايما يبقى معايا، لما بيشوفني في التلفزيون يقول لي هو انت رحت لوحدك ليه؟ فهو عايز دايما يبقى معايا، انت فاهمه؟ حبيبي حبيبي، غريب ارتباطنا بالاطفال وقد ايه بنتعلم من عالمهم، يعني طلع بابا سليم طلع حقيقي، يعني دي يعني لا، وعايز اقول لك حاجات عمرنا ما كنا حسيناها يعني. انا زمان مثلا قبل ما اتجوز والحاجات دي، كان الناس تقول لي ايه، لا ده الاطفال بقى حاجه تانية خالص، لما تخلف مش عارف ايه، اقول لها انا لما اخلف ايه عادي يعني، فاهم؟ بس بعد ما الحمد لله ربنا كرم الواحد باولاد، ابتديت احس يعني ايه حاجه، اصل انت بتتكلمي في حاجه لو تفكري فيها هي بتاعتك انت بس، مش بتاعت حد تاني، ايوه انت فاهمه؟ ومن جواك من قلبك ومن روحك يعني. يعني بتحبيه اكتر من اي حاجه في الدنيا، طبعا هتحبيه اكتر من ابوكي واكتر من طبعا، اخواتك غريب واكتر من حاجه غريب. يعني. لما بيتعب بعد الشر عليه، لما بينجح، لما بيفرح، تلاقي بابا بيقول لي حسيت انا كنت بحبك قد ايه، وكنت بعمل لك قد، فاهمه؟ ايوه فحاجات انت وانت صغيره لما كان باباكي ومامتك بيتعاملوا معاكي فيها انت ما كنتش حاساها، ازاي لما كنت بتتعبي زمان وانت صغيره ونايمه، فتلاقي باباكي ولا مامتك جنبك بيحطوا لك كمادات صح ميه، صح فعادي. لا، النهارده انت حسيتي بدي. متقدرة، بتحب جيل قبل وجيل بعد، يعني طبعا لما بتبقى أب بتحب باباك وابنك بنفس الوقت، بالظبط، بتشوفي بتقدر قد ايه باباكي كان بيحبك، وبتشوفي قد ايه وانت نايمه جنب ابنك تعبان، كل بيقولها بتخرم صدرك، انت فاهم؟ أكيد. عمر ما الواحد كان يحس بده، انت فاهم سبحان الله، وده يعني؟ رزق برضو طبعا الأطفال، الحمد لله، أجمل رزق في الحمد العالم لله. يمكن.